قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر لم تتجاوز حدودها وهدفها دائما حمايه الارض. وفي كلمه له خلال تفقده اجراءات تفتيش حرب الفرقه الرابعه المدرعه بالجيش الثالث الميداني اكد الرئيس السيسي ان للقوات المسلحه دورا اصيلا ورئيسيا وهو حمايه الحدود وامنها القومي. ده دور اصيل ورئيسي للقوات المسلحه وهو حمايه الحدود المصريه وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر وهنا لازم أسجل وأكد إن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها إن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضه مهم قوي إن أنا أقول إن ده معناه إن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز وهنا عايز أقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي وكلامي هنا لينا كلنا للعسكريين والمدنيين مهمة قوي مهمة قوي ان انك انت وانت تمتلك ال... وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمه